النوع الثاني العلوم المتعلقة بالسنة النبوية، نعم هاي السلالة الثانية. السنة النبوية علم كبير، هو أول العلوم، أول علم عرفه المسلمون هو علم السنة. نعم كان علم التفسير جزءا من علم السنة، وكان علم العقيدة جزءا من علم السنة، كان الفقه جزءا من علم السنة، كانت السيرة جزءا من علم السنة، كان التاريخ جزءا من علم السنة، كان الأصول جزءا من علم السنة. اي نعم في أيام الصحابة والتابعين كان علم واحد اسمه علم السنة وأتباع التابعين، حتى جاء من بعدهم فهم الذين فصلوا من هذا العلم علوما أخرى. جميل. وهذا العلم هذا هذه السلالة فيها علوم كثيرة، منها علم متون الحديث وهو الكتب مثلا التي جمعت الحديث، ثم بعد ذلك علم الأسانيد ما وهذا يقع، ما انفردت به الأمة. اي نعم، ثم بعد ذلك علم التخريج ودراسة الأسانيد وعلم العلل، تخريج تخريج دراسة الأسانيد وعلم العلل، علم مستقل اسمه علم العلل، ثم بعد ذلك علم المصطلح، مصطلح الحديث، اصطلاح العلماء في هذا، ثم شروح الحديث علم آخر، ثم شرح، ثم أدلة الأحكام من الحديث هذا علم مستقل. وتاريخ الجرح والتعديل وين يندرج؟ هذا في الرجال دراسة الأسانيد قد ذكرناه، دراسة الأسانيد. ثم بعد ذلك ما يتعلق بتاريخ تدوين السنة وطرق التأليف فيها، وذكر نسينا من علوم القرآن أيضا علم طبقات القراء والمفسرين، هو مقابل هذا علم الطبقات، طبقات القراء والمفسرين.